جاكسون موليكا. جاكسون موليكا ترانسفير هذا الموقع العالمي كتب بيقول انه يقترب من الاهلي، ولكن فجأنا ان بيقول دي اشاعات. فانا كتبت حتى على صفحتي على الفيسبوك ان في الموقع وناس بتؤكد لي ان هو جاي الاهلي ب6 مليون دولار. في اصدقاء لي كلموني مصريين في تركيا قالوا لي ان الاعلام التركي بيؤكد ان باكشتاش التركي لن يستغني ابدا عن جاكسون موليكا باي رقم. وفي النادي الاهلي قالوا من ربع المستحيلات يدفعوا 6 مليون دولار في حد. فموضوع جاكسون موليكا موضوع لا اساس له من الصحه، وحتى الان الكلام فيه اشاعات. هل ممكن يتحول لحقيقه؟ وارد. ولكن جاكسون موليكا حتى الان موضوعه اشاعات. موضوعه ايه؟ اشاعات يا جماعه، لكي نتاكد من ذلك. موضوعه اشاعات. وكمان الناس هي بتكتب على اللايف بيقول لك هو المهاجم الوحيد في باكشتاش ومن الصعب ان يتم الاستغناء عنه. فالناس اللي بتسالني عن جاكسون موليكا هو موضوع شائعات. موضوع شائعات.